مدرب ديال فريق الصغار ديال حسنيه اكادير، اليوم لعبتوا مباراه ضد نجم انزا، كيفاش دازت المباراه سي كربيد؟ المباراه دازت مباراه جيده مزيانه، والدراري ديال انزا حتى هما فرقه مزيانه. انا بالنسبه لي انا هذاك الشيء اللي بغيت راه دوك الوليدات تبقوا، خصوصا الدراري الصغار اللي منين حنا كندخلوا دائما في التكوين ما كنقلبوش على النتيجه، ولكن ديك النتيجه كتعاون اللاعب في التكوين ديالو في التاثير ديالو. شي واحد كاين بنادم دابا كيقول لك كيتخبى مورا النتيجه، كيقول لك لا حنا راه النتيجه ما عندنا ما نديرو بها، ولكن ديك النتيجه راه هي اللي كتعاون ذاك اللاعب في التكوين ديالو. يعني انتم راضون على المستوى ديال الوليدات؟ يعني شويه بشويه، لقاش الدري ملي كيكون منين 15 عام كنجيبو انا من الزنقه، كنجيبو من الزنقه كيتعلم يلاه لاعب كيعرف يعطي لاباس، كتعلم ليه عارف باش يعرف لومبلاسمون ديالو في التيران فين يوقف، عاد تخدم مع ريدو بلومو، تخدم مع لي سونتراز، يعرف اول حاجه هو يعرف بعدا لا زون ديالو فين يوقف في التيران. اما كاين حوايج اخرين مازال ما كيعرفين، بحال كنجيبوه ما كيعرفوا حتى لاباس يعطي، ولكن كتكون عنده واحد شويه من بعد كنجيبوه وكنكملوا ليه داك الشيء اللي خاصو. السكربيد الفريق ديالكم كيفاش هو يعني المراتب ديالو في البطوله ديال هذا الموسم؟ انا دابا هما مسميين لا زون، هما ليكيب الاولى، حنا عندنا الحسنيه كاينين ترواز ايكيب ديال اليمينين، كاينين جوج ايكيب في العصبه، وكاين ايكيب اللي عندي انا دابا كاينه كتسمى لا زون. فرقه اغلبيه فيها الدراري ديال 2001 2002 بالنسبه لنا حنا مكراسيين الاول. انتم راضون على المسار ديالكم هذا الموسم هذا؟ المهم بالنسبه للنتيجه حنا الاولين، ولكن الهدف ديالي انا كي قلت لك انا هو الاداء، فهمتيني؟ خاص الاداء باقي خاص الخدمه بزاف، كاينين لي كاليتي، خاص شنو هو الهدف ديالنا حنا في هذا الشيء كل شيء، هو على الاقل العام الجاي اللي غتكون عندي واحد غادي يطلعوا هاد الدراري هادو الكادي، خاص على الاقل نعطيهم واحد خمسه ديال الدراري ولا سته ولا سبعه، ما يمكنش نعطيهم فرقه كامله، ولكن تقلب على كاليتي. ما يمكنش تقريبا عندي 26 واحد ولا 30 واحد، خاصني على الاقل واحد 6 ولا 7 ولا 8 ديال اللعابات تكون لا كاليتي دراري مزيانين اللي يمكن ندوزهم للكادر، لاباس هو دابا كتسمى بريفورماسيون بالنسبه للمينين بريفورماسيون، ولكن ملي كيمشي حتى كيدخل الكادر كيدخل في لا فورماسيون. اذا انا بديت بريفورماسيون، ولكن واخا يكون عندي انا بريفورماسيون كتسمى مينين، انا كنحاول ندخلو لا فورماسيون. والعام الجاي ان شاء الله يطلعوا، ان شاء الله كنتمنى، ان شاء الله كنتمنى ندير بطوله ان شاء الله ديال المغرب ان شاء الله باذن الله. انا ديجا ديتهم مع الرجاء، وديتها مع جيش الحسنيه، وكان واغلبيه ديال اللعابه اللي هما كيلعبوا في الحسنيه راه كراسا كربيد. اكيد السي كربيد الجميع كيهضر بالاسم ديالكم، ماذا بينا اذا كان ممكن تعطينا مبدا، اكيد انتم راه لاعب غني على التعريف، اذا كان ممكن تعطينا اهم المحطات اللي ميزت التاريخ ديالكم كلاعب كره القدم. انا من البدايه ملي بديت انا بديت في الاحياء في طالبرشت، انا ولد طالبرشت، ومن الاحياء جيت للرجاء ديريكت شديت مدرب تقريبا من 78 بديت المدرب في الرجاء ديال اكادير، من الرجاء ديال اكادير جيت ديريكت دوزت واحد التاريخ فعلا من الرجاء، من اللي خليت الرجاء راه مشات، راه كانت الرجاء تنافس الحسنيه في الثمانينات، ما كانش الحسنيه فهمتيني كدوز قدامها، ولكن دابا حاليا الرجاء مشات، جيت للحسنيه الحمد لله رديت زوج بطولات ما عمر داون شي مدرب في الحسنيه في التاريخ ديالو، في التاريخ ديالو مدربين واحد العدد ديال المدربين اللي دازوا الحسنيه ما عمر داوها، ماشي غير تجي ودير البطوله، البطوله راه الا نيت ما عندك ان باكاج راه ما تديهاش، ماشي العصبات حتى هي سميتو منتخب ديال العصبات مشينا حتى لافينا هذا العام ثاني راه مشينا حتى لديمي فينا ان شاء الله، وكنتمنى نديها ان شاء الله نديوها. اذا السي كربيد كنتمنى لك التوفيق، كنتمنى الفريق ديال الحسنيه اكادير بجميع الفئات ديالو من الفئات الصغرى للفريق الكبار ان شاء الله انه يمثل هذه المدينه هذه احسن تمثيل، وشكرا على قبول الدعوه. يا مشكل ندوز الكابيتان ديك التوا. احد لاعبي فريق حسنيه اكادير الصغار، اهلا بك، شنو ممكن تقول لنا كيفاش لعبت اليوم المباراه ديال ضد فريق انزا؟ لعبنا هذا الماتش بحال كاع الميتشان، لعبنا بالقتاليه اللي بعنا السي كربيت، لعبنا دقه دقه والحمد لله سجلنا ثلاثه البيوتا وجا الفوز. كيفاش كتفاعلوا مع السي كربيت خلال التاثير؟ واش انتم راضيين على المستوى اللي كيقدموه؟ كما كيعرف كل شيء راه السي كربيت من احسن المدربين اللي كاينين في المغرب،
كلشي كنقدروه كنحترموه. السكر بغيت مدرب زوين كيعطينا تعليمات زوينه وكلشي كيبان في الماتش الحمد لله. بالنسبه يعني التمنيات ديالك انت دابا كلاعب ديال فريق حسنيه الجزائر شنو الامنيات ديالك؟ بحال اي لاعب كنتمنى نلعب مع ليكيب ناسيونال ان شاء الله لما لا نطلع السنه تاع الحسنيه. اذا كنشكرك.